مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج عيادة الصحة. النهاردة موضوع حلقتنا هنتكلم عن الكيمياء والإنسان. هنعرف يعني إيه كيمياء، ويعني إيه اللي ممكن الكيمياء تختلط بيها حاجات زي الفيروسات أو الأعصاب أو مشاكل تانية. خلينا الأول نرحب بضيوفنا النهاردة، دكتور يسري بط، استشاري أمراض الفيروسات والمناعة واستشاري الكيمياء التشخيصية. أهلا بيك يا دكتور يسري. أهلا وسهلا، ازيك؟ أهلا بيك. ومعانا برضو دكتور محمد بهرام، استشاري المخ والأعصاب والطب النفسي وعلاج الآلام. أهلا بيك يا دكتور محمد. أهلا بيك. أهلا دكتور. بداية كده، يعني إيه كيمياء؟ الكيمياء كل حاجة في الجسم كيمياء، كل حاجة في الحياة هي كيمياء. أما تيجي تتكلمي عن الكيمياء، تتكلمي عن مثلا إزاي جسم الإنسان بيخلق الطاقة. تخليق الطاقة هو كيمياء. انت جاي من بيتك لحد هنا مستهلكه طاقه، كيمياء اتولدت ولدت طاقه جابتك هنا، خلاص. النظر بيشوف بالكيمياء، الوظائف الفسيولوجيه كلها كيمياء. مين اللي بيتحكم في الكيمياء؟ نوع معين من انواع، زي عندنا الاكل بما فيه من فيتامينات ومينرال وي 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 الى اخره. كل الحاجات دي بتدخل في حاجه اسمها عمليات ميتابوليزم الخليه. ميتابوليزم الخلية تستغلوا حاجة في الخلية اسمها الميتوكوندريا عشان تطلع لي طاقة، يستغلوا حاجة اسمها أجسام جولجي عشان تصنع لي بروتين، يستغل كمان تاخدوا حاجة اسمها الشبكة الاندوبلازمية عشان تطلع لي الكالسيوم الأيوني اللي هيشغل لي الأعصاب. الكيمياء الجسم ازاي يقدر يستخلص الكولين عشان يعمل أستايل كولين، وكمان الكولين كممبر أوف يعني كممبر ليه فيتامين بي مهم جدا، ازاي يبقى الاستايل كولين يشغل لي النبضة العصبية. الكيمياء مجال طويل، مجال كبير جدا، ولكن كل اللي يخصنا النهاردة الكيمياء. ازاي الموضوعين اللي هنتكلم فيهم بالتحديد، الكيمياء ازاي الفيروسات تشتغل كيميائيا، ازاي استعملت الكيمياء في انها تعطل حركة الخلية، وبالتالي تعطيل حركة الخلية يعني سببت مرض. يعني هيحصل خلل في كيمياء البني ادم؟ طبعا. ما هي قبل ما تعمل المرض بتعمل خلل في الكيمياء الخليه. يوم يظهر المرض. طيب ازاي الفيروسات دي قدرت تشتغل وتعمل لي مشاكل معضله؟ الطب لحد دلوقتي واقف قدامنا محتار، الا وهي مثلا نفاز مخزون المبيض، كلنا لحد دلوقتي بندار فيه. احدث حاجه توصلنا ليها ان نفاز مخزون المبيض من البويضات اساسا سببه كيمياء، سببه نوع معين من ده اللي هنقوله بقى في الجزء الثاني من الحلقه، سببه نوع معين من الفيروسات عملت ايه، استنفذت ايه، وعطلت المبيض ازاي. هو ده اللي هنتكلم فيه. طب هو نفسه الكوز او السبب اللي عطل لي جزء في الخصيه عشان ما ينتجليش حيوانات منويه. وبالتالي احنا بنقف قدام من الحاجات دي كده واقفين. طب انت واقف ليه؟ كل الشغل اللي احنا بنديله كذا، بنديله مكملات غذائيه، بنديله وسايبين اجزاء جوه شغاله بتستهلك اللي احنا بناخده، وبالتالي بتعطل اي حاجه ناقصها اي تي بي ما بتشتغلش. الاي تي بي اللي هو العمله الدوليه بتاعت الطاقه، ادينوزين ترايفوسفات. ده مش موجود، يبقى العضو يا دوب كل اللي يهمه انه يكتفي انه يعيش، لكن هو مطلوب منه يعيش ثم يشتغل. يبقى محتاج وليكن مثلا نوع معين، كميه معينه من الطاقه اللي هي الاي تي بي عشان اعيش، زائد كميه اضافيه علشان ادي الوظيفه اللي انا عايزها. وبالتالي كل عضو ما عندوش اللي ما بعد الزائد دي فهو خامل وعرضه انه يقف تماما. دي كلام هنتكلمه وهنقوله في ان شاء الله في الحلقه. ان شاء الله. طب خلينا نسال دكتور محمد، ايه علاقه الحاله النفسيه يا دكتور محمد والاعصاب بالكيمياء بتاعت البني ادم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يخيب عملا ابدا يبدا بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقه الانسان والكيمياء. اللي ما تعرفوش والمشاهدين ما يعرفوش ان الانسان عباره عن كتله كيميائيه منتجه عبارات، منتجه حركه، منتجه اشارات. الإنسان كتلة كيميائية زي المخ. المخ عبارة عن كتلة كيميائية بتنتج شحنات كهربية. ببساطة جدا يعني إيه كيمياء؟ كيمياء ديت يعني أدوات في الجسم بتحرك العضلات، بتحرك الشفايف، بتحرك الشعور. يعني مثلا عندنا مثلا بالنسبة لهرمون السعادة السيروتونين،
ببساطة جدا احنا عندنا في المخ مثلا عندنا 100 مليار خلية عصبية، 100 مليار خلية عصبية بالنسبة للمخ والنخاع الشوكي، 100 مليار خلية عصبية بينهم 10,000 ناقل، ناقل عصبي بين كل خلية وخلية، في حاجة اسمها التشابك العصبي، في 10,000 ناقل عصبي، هي دي الكيمياء. طب النواقل ديت، في ناقل هو المدير التنفيذي بتاع التحفز اللي هو الدوبامين اللي هو بتاع السعادة، تمام، وسعادة من نوع معين، يعني مثلا المدير مثلا يقول لواحد بيشتغل او انت كويس او انت شاطر يبدا الدوبامين بتاعه يزيد، طيب زاد بزيادة اكتر يبدا هرمون تاني يشتغل اللي هو السيروتونين. طب لو قل يا دكتور محمد؟ لو قل بقى بيؤدي لحاجات كتيره زي مرض الباركنسون، مرض الرعاش. عشان كده مرض الرعاش النوم عنده يختلف، كل شيء في الجسم زي ما ربنا قال وكل شيء خلقناه بقدر وقدرناه تقديرا، حتى ضغط الدم 120-80، السكر من 110 ل 140، كل شيء في الجسم بقدر، الهرمونات دي بتشتغل حتى في الاحساس بالقوه، الاحساس بال، يعني مثلا في استاذ ليا قال لي كلمه جميله جدا، يعني بكلمه قريب بيقول لي انا بحبك قبل ما احترمك، الكلمه دي اتغيرت كتير، فسالته ليه قلت كده؟ قال لي اول حاجه احترامك، طريقتك، طب ايه ليه احنا مثلا حبينا الجزء ده في الدراسات العليا وبالنسبه لي انا ما حبيتش ده في البكالوريوس طب المنصوره مثلا؟ لان يعني طب المنصوره كان دايما في تحفز، في طريقه معينه، ان حتى في كره ان الواحد يتابع، لكن التاني قرب. عشان كده النهارده بنتكلم بالنسبه للموضوع الاعصاب، انك تحفز ابنك فتزود دوبامين عنده، تحفزه اكتر في حاجه زي المشي مثلا، المشي وممارسه الرياضه وممارسه الهوايه اللي انت بتحبها بتزود السيروتونين، السيروتونين ده يزيد بطريقه معينه وبقدر معين، في هرمونات تانية بتتاثر، يعني عند السيدات مثلا هرمون الاوكسيتوسين، الاوكسيتوسين ده هرمون السعاده العليا، ولكن ممكن يتقلب لما يزيد عند بعض يعني المجتمع دلوقتي ويبقى يؤدي الى ادمان، حاجه اسمها ادمان التفاهه، لان هو هرمون بيزيد في مواقف معينه، في موقف ابتسام، لكن لما يزيد اكتر على قفشات معينه يبدا الجسم كل شويه يبحث على الانترنت، عايزين القفشه دي الحق ده في كذا، ده هرمون بقى اسمه هرمون التفاهه، يعني بعد ما كان هرمون الفكاهه وهرمون الفرح ادمانه اكتر يؤدي الى هرمون التفاهه. طب ازاي ده بيحصل برضه عشان المشاهدين؟ يعني واحد مثلا ادمن ماده معينه، انت حضرتك تعرف ان في غده في قاع المخ اسمها الغده الافيونيه بتطلع افيون وبتطلع هيروين، مواد شبيهه بالمواد دي في جسمنا كله، يعني الماده دي عندنا كلنا يا دكتور؟ وعندنا كلنا شبيهه بالهيروين بالظبط، الهيروين المصنع، اللي بياخد الهيروين واللي بياخد الماده ديت بيبدا الجزء اللي في المخ يبدا يضمر، يبدا بعد فتره 24 ساعه 48 ساعه محتاج هذا الايه؟ هذا المخدر، احتياجه للمخدر ده بيؤثر على، احنا قلنا في 10,000 ناقل عصبي اهمهم طبعا الدوبامين والسيروتونين والجابه، عشان المشاهدين يعرفوا ان الناقلات العصبيه دي فيها منها مثير ومنها محفز ومنها مثبط، يعني محفز مثلا زي الدوبامين زي الجلوتاميت، المثبط والمحفز برضو زي الاسيتيل كولين، ده اللي بين النواقل العصبيه، المثبط زي الجابه جاما امينو بيوتريك اسيد زي الجلايسين، كل ده مثبطات بتشتغل زي ترموستات الثلاجه بالظبط، كل حاجه في جسم الانسان حتى في النواقل العصبيه ده يزيد ده يقل فيحصل عمليه توازن. عايزين نقول بس ان دي كله كيمياء، كله كيمياء بينتج بعض التعبيرات، بعض تعبيرات الراحه، انك تتكلم بالراحه، انك حتى اللي قدامك دي هرمونات عايزين نربيها في ولادنا. طب استاذنك الاول ناخد اتصال معانا يا دكتور. اتفضلي. ساره مساء الخير. اهلا مساء النور. مساء النور يا فندم اتفضلي. لو سمحت عايزه اسال الدكتور، انا دراعي اليمين دايما ينمل وبقت يعني كان دايما تنميل ليل ونهار، ادي ماسكه حاجه انا مش قادره امسكها من تنميل دراعي، دلوقتي ابتدت اصرف صوابع ان هي تنمل تنميل غير عادي، يعني بقت بتنمل كتير ما بقتش اقدر ان انا اثني ايديا وافردها، فعايزين تفضلي ارق فظيع جدا. بيزيد بالليل؟ بيزيد عندك بالليل يا ساره؟ نعم. بيزيد عندك بالليل ولا طول اليوم؟ لا بالليل بس، طول اليوم لو انا بعمل حاجه وماسكه حاجه بايديا اللي هو انا مش بقدر اضغط عليها باعصابي كده خالص، بس بالليل بقى انا مش بعرف انام من دراعي اصلا خالص من التنميل دوت، مش بعرف اعمل اي حاجه. اوكي. طب في اي سؤال تاني عندك؟ لا متشكره جدا. طب بس على يعني انا احب اقول لحضرتك ان انا عندي وجع اسفل ظهري، الوجع اسفل الظهر، فانا بقول لحضرتك ممكن ده يبقى ليه علاقه بوجع دراعي؟ طيب الدكتور هيرد عليكي حالا، اتفرجي علينا. شكرا لاتصالك. هناخد اتصال تاني يا دكتور. استاذ علي مساء الخير.
مساء الخير يا فندم، بس على الدكتور محمد اللي منور الدنيا كلها والله. الله يحفظك. استاذنك توطي التلفزيون بعد اذنك. مساء على الدكتور محمد برهان اللي منور الدنيا كلها والله. الله يحفظك يا فندم. الله يحفظك. في اي سؤال عند حضرتك؟ في اي سؤال عند حضرتك يا فندم؟ بقول لي بس انت منور الدنيا والله يا دكتور ومنور الشاشه. شكرا جزيلا. بشوفك على طول يعني. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا لاتصالك يا استاذ علي. رد على ساره اللي هي عندها مشكله في الاعصاب. كويس نخليها للاخر. كويس هرد عليها بس في دقيقتين صغيرين. بالنسبه لموضوع الكف الايد ده اسمه انسداد في عصب الميديان، عصب الايد. ده بسيط جدا وغالبا مشهور عند الناس اسمه انسداد شرايين. هو اسمه انسداد في العصب الميديان بتاع الدراع، وده بيزيد عند السيدات عشان تراكم برضه هرمونات كيمياء. يعني ليه بيزيد عند السيدات؟ يعني هو تقريبا 95% بيزيد او 90% عند السيدات. طبعا نتيجه الرطوبه ونتيجه الضغط، فاحنا بننصح ببعض الحاجات الكمادات الدافئه عشان ما يوصلش لعمليه التسليك الشرايين، بعض المراهم المعاناه زي مثلا حاجات مضادات التهابات، الرسغ اللي هو ده، وبعض المضادات التهابات مثلا زي مضادات التورم ده بتفيد كتير جدا ومضادات التهابات. بالنسبه لوجع ضهرها ملوش دعوه بوجع دراعها، بس غالبا تعمل تحليل كلسم عشان نشوف هل في تاثير بالنسبه لضهرها ودراعها مع بعض. دكتور يسري عايز اسالك علاقه الفيروسات دلوقتي، لو في فيروس هل لما يجي فيروس للشخص بيبقى معناها في خلل في الكيمياء بتاعت جسمه؟ لا اكيد. الاول نتكلم يعني ايه الفيروس. الفيروس يعني حامض نووي وغلاف، الغلاف ده اللي هو الكبسيد. كل الفيروسات بتندمج تحت هذا الموضوع، حامض نووي وكبسيد. طيب اما نيجي نتكلم بقى عن الفيروسات دي، الفيروسات عامه المفروض ان احنا نتكلم بالتحديد عن فيروس الكورونا النهارده عشان نقدر نشيل الزوبعه اللي شغاله في الوسط. عايز اقول لك لو حد عنده شويه انفلونزا عاديه دايما في تريقه ان ده اصاب بكورونا. لا 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 لا، الناس لازم تفهم ان الكورونا موجود من مليارات السنين. طب وليه عمل ضجه الفتره دي؟ ما انا هقول ليه عمل ضجه. الكورونا ده موجود من مليارات السنين. العيله الكورونا بالذات، العيله دي كلها بتصيب الجهاز التنفسي. الريسبيراتوري كلها. علشان كده اخطر حاجه الحاجات اللي بتصيب الجهاز التنفسي. ليه؟ لان المريض ساعتها زي ما تكون بيغرق في الميه مش قادر يتنفس. اما اتكلم عن الكورونا هنا، اما اتكلم عن الكورونا من ضمنها مثلا فيرال كورونا رابيديدي، ده موجود من زمان. الفيرال كورونا رابيديدي اللي هو مثلا بتاع الكلاب، اللي هو الريبز بتاع الكلاب السعار. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا ايه بقى؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. وهقول ليه التراب؟ ليه التراب؟ بيقدر يخلص الفيروس الكورونا رابيديدي بالتحديد. المهم الأول، الفيروس اللي احنا بنتكلم عنه النهارده اللي هو فيروس الكورونا. الكورونا ده شغال إزاي؟ بدأ يشتغل، بدأت الضجة الإعلامية. الضجة الإعلامية ديت أثيرت عن إنفلونزا الجنازير زمان. الخنازير بمعنى الجنازير يعني. الانفلونزا ديت كفيروس، طب ايه اللي حصل؟ ولا حاجه. فيروس الكورونا نفسه الفيروس بيموت يا دكتور، يعني فيروس انفلونزا الخنازير او الطيور بيموت والكورونا برضو بيموت. طب نسبه الموت اللي حصلت من انفلونزا الجنازير دي قد ايه بقى هنا؟ حصلت اصابات ساعتها كتير ايه كام واحد مات؟ لا انا ما اقدرش احصرهم لك دلوقتي، بس هو حصل وفيات فعلا بسبب الفيروسات دي؟ لا وفيات لا تذكر. ما انا هتكلم وفيات في الكورونا برضو اللي هتحصل ايه بالظبط. فيروس الكورونا حصل ايه بقى؟ ده اضعف فيروس، لان ربنا حط لنا حاجه اسمها الكتل المناعيه. كل حته في الجسم فيها كتله مناعيه. انا اتكلم بالتحديد عن الرئتين فيها كتله مناعيه اللي هي الاليفلر سنتر. ديت عباره عن خلايا عملاقه، جيش كامل. اول ما الفيروس بيدخل بيتعامل معاه. طول عمره بيدخل وبيتعامل معاه انتهى. بقالنا سنين بنصاب به وبتعامل معاه وانتهي. ولكن في المره دي ايه اللي حصل؟ ان الفيروس نفسه الجديد فيه بقى ان الفيروس نفسه بدا يتاخد جزء من البروتين، اتقطع واتحط بداله جزء تاني، واصبح الجهاز المناعي بالنسبه له مش ده اللي انا كنت بتعامل معاه. فبدا يدي، لان الفيروس نفسه اتعلم ازاي يقاوم الجهاز المناعي. طيب الفيروس لو دخل عشان يقاوم الجهاز المناعي وعشان يقدر يعيش يعمل ايه؟ يعمل، ما هو كل مره كان الجهاز المناعي بينهي. في المره دي بقى ايه اللي هيحصل؟ بدا اما غير لي جزء من البروتين
بدأ يستغل انه غير جزء من البروتين ولسه الجهاز المناعي هياخد وقت على ما انه يشتغل معاه، بدأ هو يقوم بحملات هجومية على الجهاز المناعي. ما يقدرش يدي المرض إلا لما لازم، لأن علاج الفيروسات رقم واحد ورقم اتنين ورقم ألف ورقم مليار هو الجهاز المناعي. ما فيش علاج للفيروس خالص خالص، المضادات الحيوية والكلام ده كله ما بيأثرش فيه. الطب ولا في مصل يا دكتور اللي هو تطعيمات ضده؟ ثبت فشل اللقاحات بالنسبة للكورونا، فعشان ما نأملش في اللقاحات. طب طالما موجود من زمان يا دكتور ليه ما فيش مصل ليه؟ لا الجهاز المناعي نفسه بيخلص. الجهاز المناعي بيخلص، ما انا اقول ليه بيخلص برضه. في المرة دي ما خلصش ليه؟ لأن في بقى في تغيير في جزء من البروتين. جزء البروتين اللي بقى جديد، الفيروس نفسه ما استناش إن الجهاز المناعي يصلح نفسه وابتدي يعمله. لا ده بدأ يديله على طول. أول صاروخ يطلع فيه، لأن الفيروس بيصيب إيه؟ النواة. الفيروس بدأ يطلع أول صاروخ يهد به الجهاز المناعي. أول حاجة عمل فيها إيه؟ ضرب الريسبتور بتاع فيتامين دي. ضرب الريسبتور بتاع فيتامين دي، وبالتالي فيتامين دي بيمثل بالنسبة للجهاز المناعي العمود الفقري الأساسي. بدون فيتامين دي ما في مناعة، ومش هنتكلم فيها. بدون فيتامين دي ما في مناعة. الريسبتور هو هنا لو جه قاوم فيتامين دي نفسه ما يقدرش، ولكن بيروح يقفل الريسبتور بتاع فيتامين دي. اما قفل الريسبتور بتاع فيتامين دي بقى خلاه خارج الخدمه، خلى فيتامين دي خارج الخدمه. ده اول صاروخ اداه. طيب هل معنى كده انتصر الفيروس اطلاقا؟ ده ربنا حط لنا كفاءات في كل حاجه، ما تثبتش كده. تقوم بسرعه بسرعه كرات الدم البيضاء على سطحها ريسبتور، تقوم تنشط الريسبتور اللي على السطح بتاعها، وتدي كمان مزيد من الريسبتور لفيتامين دي عشان يعوض عجز الجهاز المناعي. وبالتالي اول صاروخ هو ضربه بدا عمل عملته ولكن بدا فيه رد عليه. طيب هو بالشكل ده، طب عايز يتمكن، اول ما يعمل لفيتامين دي بدا يبقى فيه مشاكل في العظم وما يتبع فيتامين دي. اللي بينشط للفيروس نفسه حاجتين موجودين قبل ما الفيروس يدخل. الفيروس بيحب الوسط اللي كله سكريات، لان السكريات بتعمل له جزء من بينعنش، بتعمل له جزء من الحمض. ده النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه بقى ان الفيروس بيحب الاسترس. هو اول ما يضرب الضغوطات اول ما بيضرب فيتامين دي والمشاكل اللي اتكونت عليه، بدا يقوم يدي الصاروخ الثاني. فيتامين دي يعني الجسم اتنرفز، يعني انت عايش متوتر، يعني انت عايش قلقان، بدا ياثر لي على الكورتيزول. الصاروخ الثاني هو بدا ياثر لي على الكورتيزول، بدات الغده السوبرارينال جلاند او الغده اللي هي فوق القذريه تعمل له ايه؟ تطلع الكورتيزون بشكل خطير للحاله دي. طلعت الكورتيزون عنده بشكل خطير علشان تقدر الجسم يقدر يتكيف مع الالتهابات اللي سببها الفيروس. اول ما بتطلع لي الكورتيزول بشكل خطير، دخل معاها حاجه نسيت اقول، ان منشطات احدى منشطات الفيروس اللي هي متلازمه مقاومه الانسولين، اللي غالبيه الناس عندها اكتر من 60% من الناس عندها متلازمه مقاومه الانسولين، ودي كان المفروض نقولها في الاول. هنا اما حصل، اما هي عملت استرس للسوبرارينال جلاند، طلعت لي كل الكورتيزول. الكورتيزول ده اول ما طلع عمل لي استنفاذ للكروميوم خالص. اول ما يعمل استنفاذ للكروميوم ده بقى دخلني في مشكلة تانية، يعني الكروميوم نفسه هيستنفذ. طيب عمل استنفاذ بقى للكروميوم كده والكروميوم خلاص، ادي الصاروخ التاني. وكمان ما سكتش على كده، ده عايز يشتغل، هو لسه مازال في مرحلة الكمون، عمل توتر، عمل قلق، عمل شوية البرد اللي انت بتحسه الكلام ده، هو عايز يعلن عن نفسه، يقول انا هنا. يوم يعمل ايه؟ تالت حاجة، يدي الصاروخ التالت، وهو ايه بقى؟ انه يستهلك ويقفل الريسبتور بتاعت الزنك. اول ما قفل الريسبتور بتاع الزنك بدأ هو ياخد يعلى درجات.
الريسبتور بتاع الزنك ايه اللي فيها بقى؟ الزنك ده عامل مهم جدا جدا بالنسبه للرئه جدا، ولذلك بتكلم في الزنك. اي حد يعالج حاجه رئويه بالذات بالمونري كلها لازم يدي الزنك، لان الزنك ده عامل مهم، هو اللي بيحرك لي حاجه اسمها الكربونيك انهيدريز انزيم. اهو كيمياء، كل الكلام كيمياء، الجسم كيمياء زي ما قلت لك في الاول، الجسم كيمياء، كل حاجه كيمياء. الكربونيك انهيدريز ده ما يعني مش واخد حظه خالص من الكلام، او تقريبا حتى على مسامع الاطباء مش قد كده، وعلى مسامع حتى الباحثين مش قد كده، الكلام ده بندرسه بره. كل الكربونيك انهيدريز اول ما بيحصل له وقف، عشان نعرف الكربونيك انهيدريز ده مشكلته ايه، او كل اللي بيعمله ايه بقى، ده اللي بيساعد كره الدم الحمراء اللي شغاله، مش قلنا الكيمياء ان الطاقه طلعت في رواسب اللي هو ثاني اكسيد الكربون. كره الدم الحمراء شالت ثاني اكسيد الكربون من جوه وجايه على الرئه عشان تطلعه وتبقى فاضيه وتاخد اكسجين عشان تدخله عشان تتمم عمليه الحرق تاني، وهكذا وهكذا. وجود ديفكت في الكربونيك انهيدريز بيخلي الدنيا كلها واقفه زي ما هي، كره الدم الحمراء تلف وتروح الرئتين بثاني اكسيد الكربون وترجع به تاني، وبالتالي حصل اختناق، وما يترتب على الاختناق من نقص الاكسجين. ونقص الاكسجين بقى افتحي بقى كلام كبير، ده نقص الاكسجين ده كلام مالوش بتاع بقى، يعني الاكسجين هنا نقص ايه اللي يحصل؟ كل العمليات الحيويه اللي في الجسم والتنفس، انت زي ما تكون واحد انت قافله، زي ما تكون انت قافله من هنا لا بتشنقه، لا ده انت قافله من تحت خالص. دكتور ياسر معانا اتصال بقى له فتره، هناخده. اتفضل استاذ السيد. مساء الخير. الو. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا فندم، اتفضل. معاك الشيخ عبد الرؤوف من اعز اصدقاء الدكتور محمد بهراوي. اهلا بيك يا فندم، نورتنا، اتفضل. في سؤال اول عند حضرتك تساله له؟ ايوه يا دكتوره. معاك الدكتور، اتفضل. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ اهلا عليكم السلام، ازيك؟ ازيك يا دكتور؟ كل سنه وانت طيب. منور الحلقه والله يا دكتور، منور الحلقه بجد يا دكتور. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك. منور الحلقه يا دكتور بجد والله، انا سعيد اني شفت حضرتك والله. ربنا يسعدك، ربنا يسعد قلبك يا حبيبي. كنت عاوز اسال حضرتك يا دكتور عن استفسار بسيط كده بعد اذنك. اتفضل. ايه اللي يخلي الطفل يا دكتور في المرحله بتاعه الطفوله بتاعته انه يكون الذكاء بتاعه متميز عن اي طفل تاني؟ سؤال جميل، سؤال جميل، سؤال جميل. ارد عليك، ارد عليك يا سيد، ارد عليك يا استاذ. الدكتور هيرد عليك حالا، شكرا لاتصالك يا فندم. هنا دي النقطه بقى الثانيه اللي هو الكيمياء والجهاز العصبي، دي النقطه اللي انا عايز اتكلم عليها. احنا قلنا الجهاز العصبي عباره عن 100 مليار خليه عصبيه، بينهم نواقل حوالي 10,000 نقل عصبي. لما بنيجي نعمل رسم المخ ورسم المخ فيه خلل يؤثر على الكلام، السؤال اللي بيقول ازاي اخلي نسبه ذكاء ابني احسن؟ دي برضو كيمياء. احنا قلنا مثلا انك بتشجع ابنك، انت كويس، انت على كل حاجه، حتى في التبول لا ارادي، يعني يعتبر التشجيع نفسه وعدم الشماته نفسها بتدي له ثقه بنفسه، بتدي له ثقه بنفسه. طب الثقه دي جايه من ايه؟ من زياده الدوبامين عنده وزياده السيروتونين، الاثنين مع بعض بيزودوا عنده التحكم في الاعصاب اللا اراديه، اسمه الجهاز العصبي اللا ارادي. نمره اتنين، انك بتسيبه يعيش سنه، مش كله مذاكره 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 او ترقب. يعني دايما بلاحظ عند الاباء مثلا انه دايما حاطط الابن تحت خط مراقبه، لا سيبه يعيش سنه ويسيبه يعيش تهوره البسيط واندفاعه الطبيعي، ما تبقاش رقيب عليه في كل حاجه. لا انك يعني امهات او اباء دايما بيخافوا على اولادهم، عشان كده بيبقوا عايزينهم احسن حاله. دول ما فيش فيها مشكله، بس انا اسيبه يلعب حتى في بيت حتى في اسيبه يعيش طفولته. تعرفي ان بعض حالات اللي بتقف في الكلام وبعض حالات التوحد في درجه معينه وفي نقطه معينه بتتحسن لما يدخل مع الحضانه مع الاطفال، ويبدا درجه الوعي يزيد اكتر. نمره ثلاثه، المكافاه، انه تحسن في كذا اكافئه عشان يبقى عنده دايما هرمون الدوبامين ده، التحفز ده، دايما في تحفز ان في استعداد لسعاده. رابع حاجه، ان دايما ما يهنوش قدام الغير، لان اهانته قدام الغير ده بيزود عنده الهرمونات وبرضه كيمياء،
والإنزيمات اللي بتؤثر على الجهاز العصبي اللا إرادي. وهنا نقطة أنا عايز أقولها دايما، الخوف، إنك دايما متحسسنوش إن هو خايف، اديله دايما درجة الحرية في الإبداع. يعني أنا أعرف شاب مثلا قريبي، شاب صغير كنت أنا في نهائي كلية الطب، قال لي كلمة عجيبة، قال لي أنا في ثانوية عامة وكل الأهل بيقولوا لي إحنا عايزك تبقى زي الدكتور محمد أو زي الباش مهندس فلان، أنا هوايتي إن أنا بحب الأجهزة الإلكترونية. قلت له كمل في اللي أنت بتحبه. تخيلي الشاب ده دلوقتي عنده شركة كاملة في إحدى دول الخليج. ليه؟ لأنه كمل في الحاجة اللي بيحبها، كمل في الحاجة اللي بيهواها. حتى عندنا في ألمانيا دلوقتي بعض الحاجات في الكليات الفنية أعلى كتير جدا من الكليات العملية عندنا. خلاصة الموضوع إن الجهاز العصبي بيتحكم في رد الفعل اللي قدامك. يعني في حادث بسيط جدا، احد ضباط الالمان هتلر عايز يعني حطوه في سجن، ودي حاجه قصه معروفه يعني، حطوه في سجن ونزلوا نقط معينه من ماسوره معينه وقالوا له ده غاز الخردل، وغاز الخردل ده بيقتل تماما. خلي بالك دي كانت نقط ميه. الصبح لقوا الجندي ده ميت من الرعب ومن الخوف، كان ميه، ما كانش غاز خردل ولا حاجه او غاز كيماوي ولا حاجه، لكن الرعب اللي جواه ان ده هيعمل كذا، الترقب اللي جواه زود الدوبامين بصوره عاليه جدا. فالدوبامين لما يزيد بصوره عاليه عندنا في مرضى السكيزوفرينيا اللي هو الفصام الشخصي، الدوبامين بيبقى نسبته عاليه جدا، مع انه هو هرمون سعاده ولكن هو هرمون الانتحار في نفس الوقت. هو هرمون التخلص، لو زاد الى حد معين ما هو خلاص مقفول عليه وهو مستعد للنهايه. فدي كيمياء، فدي كيمياء. الكيمياء اللي هنا بقى بالنسبه للنقطه اللي قالها الاستاذ سيد، انا بلاحظ في حالات التوحد وحالات فرط الحركه في الارياف وفي الصعيد، لما رحت الأقصر وأسيوط بيتحسنوا جدا عن حالات المدن. أولا الطبيعة الكويسة اللي بتدي الحركة والمشي فبتزود السيروتونين، الطبيعة الهادية، الضوضاء دي كلها بتزود دايما عند الطفل استعداد نفسي إن في حاجة. الجري على السوشيال ميديا، الجري على الإرسال والحاجات دي، الحالات اللي هناك يمكن أحد أسباب كتاب الدوبك اللي احنا اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت، الأهل الصعيد والتزامهم كمان بالكلام، والتزامهم بالكلام. معانا اتصال الاول يا دكتور، عشان احنا عايزين نتكلم عن الحاله النفسيه كده هي اللي بتسبب لنا فيروسات. هناخد الاول اتصال ونكمل تاني. مدام منى مساء الخير. مساء الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منورين الدنيا، ربنا يبارك في عمركم يا رب ويبارك لكم. ربنا يخليك. كلامك جميل والله، ربنا يبارك لكم. اتفضلي يا دكتور محمد. اتفضلي. انا ربيت ابن اختي مع يعني مع والدتي، لان اختي توفت وعنده ابن اختي سنتين فتربى عندنا، فاحنا كنا خايفين عليه بطريقه جامده. فبقى عنده تبول لا اراده، وكان وعنده اللي هي يعني ما يجي يتكلم يتلعلق في الكلام. فهو دلوقتي في اولى ثانوي تجاري، فانا نزلته يعني يشتغل، قلت عشان يبقى عنده ثقه بنفسه. بس برضه من وقت للتاني بيحصل له تبول لا ارادي، علشان احنا بنبقى خايفين عليه جامد. فانا بسال الدكتور يعني نعمل معاه ايه، او يعني ودي الدكتور ايه يعني يقول لي مثلا السبب او اللي مضايقه او كده. تمام يا مدام منى، تابعينا على خلال الشاشه وهو الدكتور هيرد عليكي حالا، وشكرا لاتصالك. هناخد اتصال تاني. مدام نور. مدام نور مساء الخير. مساء النور يا فندم. كنت ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضلي الدكتور معاكي، اتفضلي. حضرتك دكتور، هو انا بكلمك عشان خاطر مش لابني، لالي انا شخصيا، كنت بتعالج من الاكتئاب والوسواس القهري. هل ينفع ان ترد عليا اسالك سؤال في حاجه كده؟ الوسواس القهري والاكتئاب؟ مالهم بقى يعني؟ أنا لسه عندي 22 سنة، أنا كنت بتعالج من الوسواس القهري من سنة ونص. تمام. فمفيش أي فايدة، أنا خلفت بقالي 5 شهور فزاد معايا الاكتئاب والوسواس القهري، مش عارفة أنا تعبت من العلاجات الكيماوي وكده، عمال آخد في علاجات مش في أي فايدة. والله العظيم الحالة بتسوء معايا خالص. هرد عليك. حياتي اتدمرت. اسمك إيه؟ مدام نور. مدام نور؟ طيب الدكتور هيرد عليكي حالا يا استاذه نور، وشكرا لاتصالك. ناخد الاول التبول اللا ارادي يا دكتور. التبول اللا ارادي ده شاب طبعا عايزه تسال، ده يكشف عن دكتور مخ اعصاب. هو بتقول ان بفترات بيحصل تبول لا ارادي ودايما عصبي ودايما بينسى. اول حاجه يعمل رسم مخ. رسم مخ في العالم دلوقتي اصبح البيز، العامل الاساسي، اول كشف. طفل ما بينسى كتير، بيتلقلق في الكلام، بيحصل له تبول لا ارادي. حتى لو بيتلقلق في الكلام، حتى لو ما بيفهمش الكلام بسرعه. رسم المخ، رسم المخ، الموجات المخيه، رسم المخ برضو كله كيمياء. رسم المخ فيه ويف اسمها ثيتا، الويف رقم 5 اللي اسمها ثيتا ديت الويف اثناء النوم، يعني هي الحركه، الموجه اللي موجوده في رسم المخ اثناء النوم. اثناء النوم فيه هرمونات بتشتغل كيمياء تانية، فيعمل رسم المخ عشان ممكن ياخد ماده تهدي زياده النشاط المخي، عشان ما نقولش كلمه كهرباء او صرع الناس بتخاف شويه، لا، نسبه النشاط المخي
اللي موجود ممكن يتعرض، يكون اتعرض الشاب ده للخبطه وهو صغير لكده، وباذن الله يرتاح على ذلك. طيب بالنسبه لمدام نور كانت بتتكلم عن ان هي عندها الوسواس القهري وعندها اكتئاب. بص حضرتك ده طبعا كله كيمياء، احنا اتكلمنا على السيروتونين والدوبامين. بالنسبه للوسواس القهري 80% من علاجه حاجه اسمها سي بي تي اللي هو كوجنيتيف بيهيفورال ثيرابي. هو يعني ايه وسواس قهري بس معلش يا دكتور؟ الوسواس القهري ان شخص بيكرر الحاجه كتير جدا والشك ويكررها تاني ويكررها تالت ويؤكد الفكره اللي بتجيله، يعني فكره جات له مثلا هو اتوضى، تجي له تاني يتوضى تاني، يطبق ما يدور في ذهنه، هو ده الوسواس القهري. اول حاجه ان ازاي يوقف الفكره دي، يعني اول علاج في الوسواس القهري احنا قلنا 80% علاج تصرفي مش علاج دوائي. يتغلب على ده اول حاجه اسراره ما يكلمش حد فيها، تاني حاجه ان يبدا له هوايه، يبدا لان اللي عنده وسواس قهري ذكي جدا ساعات كمان بيوسوس من العلاج نفسه، يعني ان هو خده او ما خدوش، لا ان هو هيضره وهيموته ويوقفه وبيحط بقه يرميه، دي حاله مرضيه، دي حاله مرضيه. الحاله الثالثه انه دايما مش عايز مشاعر جياشه، لان المشاعر العاليه جدا او مشاعر الفرح الزياده هيزود لي الدوبامين عنده، مشاعر الهبوط جامد هيزود الجابة، فانا عايز مشاعر تكون في امور وسط. دي 80% بجانب طبعا بعض المواد. والحاله ديت بيتسال فيها سؤال، هل حاول او هل فكر ان هو يضر نفسه؟ لو فكر في النقطه ديت لازم الطبيب يسال النقطه دي كويس جدا. هو في اكتئاب مع الوسواس القهري؟ لازم يسال السؤال ده، هل الشخص ده فكر يضر نفسه؟ لو فكر يضر نفسه يبقى انا عندي هرمون السيروتونين عالي جدا، لان احنا بندي دايما مضادات لامتصاص السيروتونين فبيزيد السيروتونين، فبيروح لاي دكتور نمره واحد مضادات امتصاص او ارتجاع السيروتونين زي مثلا الفلوزاك او ما شابه الحاجات دي، فهو اصلا سيروتونين عالي، هو دايما عنده شك في ده، فانا هزوده اكتر ممكن يؤدي للانتحار، فنوقف الدواء ده تماما. معانا اتصال تاني هناخده يا دكتور. معانا استاذ عيد، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عايز اتكلم الدكتور يسري، عشان البكتيريا عندي التهابات في الفم، باخد لها مضاد حيوي ومش جايب معاه نتيجه. بس انت كنت قبل كده بتتكلم عن حاجه طبيعيه للول زي الليمون والعسل الابيض للول، فانا سمعت حلقه ليك قبل كده يعني، فانت باخد مضاد حيوي زي كاريتيف وفي مضاد ثاني بس مش عارف اسمه، فانت قول لي على حاجه طبيعيه كده. الفتره قد ايه عندي التهابات؟ فتره القرح دي ما بلمش منها يعني، بتعمل لي الم جامد. استاذ عيد فتره القرح اللي عندك قد ايه؟ يا كان جاي في الجنب الشمال قبل كده وكان بيتسمع اللي في حوالين الودن، يعني زي ما تقول الالتهابات دي ممكن يكون موصله للعصب او حاجه زي كده، بتعمل لي الم حوالين الودن واحيانا بتوصل لي للصداع، بس انا عندي الضغط برضه يعني عشان اكون عارف الدكتور. طب مأثر على النظر؟ مأثر على النظر حضرتك يا فندم؟ نعم؟ مأثر على النظر عندك؟ استاذنك توطي التليفون بعد اذنك، التلفزيون عشان تسمعنا من التلفزيون. ماشي حاضر. مأثر على النظر او العضو الذكري؟ لا ده هو بس بقول لك التبت في الفم في اللثه. طيب ماشي. طيب الدكتور هيرد عليك حالا دلوقتي، شكرا لاتصالك. الحاله دي بالظبط ممكن يكون اضطراب في الجاستريك، يعني ديت اغلبها بتبقى بكتيريا حلزونيه، هو لما يعمل لها تحليل ونشوف تأثير اليوريا قد ايه، اليوريا لو زايدة هي اللي بتعمل الكلام ده، لكن الحالة ديت بالشكل ده ما وصلتش ان انا ادخل بقى مرحلة مرضى بهجت، لكن دي مش حالة بهجت، لان بهجت محتاج تلات عين اروجن الكلام ده كلته، لكن دي بعيدة كده عن بهجت، ديت مشكلتها من الجاستريك من المعدة. اول ما ياخد مطهرات معوية كتيرة ونلاقي الحالة قلت خلاص يبتدي يعمل، ما يروحش يعمل تحليل بكتيريا حلزونيه دلوقتي، حتى لو عمله ايجابي مش هيفيد، لكن انا عايز الاول ياخد مطهرات معويه ويشوف الحاله معاه اتحسنت يستمر فيها، ما اتحسنتش لا يعمل الاتش بايلوري ونتابعه ان شاء الله وتابعنا على التليفون. طب دكتور يسري ازاي نحمي نفسنا او نقي نفسنا من ان احنا نحسن الجهاز المناعي ان هو يستقبل اي فيروس؟ طب ما انا بتكلم لسه، انا لسه احنا قلنا دلوقتي الفيروس نفسه بالنسبه للكورونا ادى ثلاث صواريخ قاتله للجهاز المناعي، ده الصاروخ الرابع اللي هو ينهي خالص. ربنا حط لنا الصاروخ ده ليه ميه النار بتاعه الفيروس هي عنصر السيلينيوم. السيلينيوم ده شديد جدا جدا جدا، مش ممكن حتى مجرد الطيف بتاع السيلينيوم بيقتل الفيروس، ولذلك انا هرجع وهقول والملعب اللي انا هتكلم فيه ده الملعب ده بتاع الشيوخ اللي هم يبقى
انا قلت قبل، قلت في البدايه اذا ولغ الكلب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم ماشي فليغسله 7 مرات احداهن بالتراب. اغنى حاجه بالسيلينيوم هو التراب اللي في الارض. يعني شفت التفسير، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش لا بتاع ميكروبات ولا بتاع فيروسات ولا كان في ميكروسكوب الكتروني ولا كان في اي حاجه خالص من الحاجات ديت. احنا نتيجه البحث الجديد والحاجات الجديده ديت اما قلتها في بره كله بقى واقف، يعني الناس يعني الناس عايزه تنفذ وتعرف ليه هي بتنفذ. يعني هغسله بالتراب، انا هغسل الاناء بتاعي بالتراب، هو ما يعرفش ان التراب فيه عنصر. ده الجديد بقى، الجديد عشان الكل وعشان كل يتعلم وعشان كل يسمع ان الجديد اقوى ماده تقتل الفيروس هي السيلينيوم، واغنى مصدر للسيلينيوم هو التراب، التراب بتاعنا ده. وعلشان كده اما تعمل اي حاجه بالتراب، طب يا دكتور اذا كان السيلينيوم بيقتل الفيروس، طيب البني ادم اللي بينجرح ويجيله تيتانوس، تيتانوس، طب ما هو في حاجه اسمها العلم السبوريوليشن، يعني الميكروب اللي جوه ده بيحصل له تحوصل، بيحصل له غلاف بعيدا عن الكلام ده كلته، لكن ما فيش فيروس ابدا ابدا بيفضل في التراب خالص. هنا التراب رائع في بالنسبه للتطهير بالنسبه للسيلينيوم. انا مش بتكلم دي ما تخصناش في كتير، ولكن انا بتكلم عنصر السيلينيوم. المريض ان هو اللي كورونا ده يأثر فيه اللي هو عنده نقص في السيلينيوم، ولذلك هي دي الحاله الوحيده اللي الفيروس نفسه بيعمل ايه بقى؟ بيضحي بجزء من اعداده. يعني دخلنا دخل كده في الحرب الفيصل، اللي هو يدخل جزء من اعداده بتموت قدام السيلينيوم عشان يستنفذ جزء السيلينيوم. ولذلك انت سالتيني سؤال في الاول، قلت لي هو انت بتقول هو موجود من عشرات السنين، بقول من مئات السنين، من الاف السنين، بس انت عندك سيلينيوم فما انتش حسابه. السيلينيوم ده هو ده الصاروخ الرابع بتاعه، هو ده اللي اعيد له بقى لما يستنى. وانا ما اعرفش اصلا السيلينيوم ده عندي من امتى، ولا كلنا عندنا سيلينيوم؟ انت نازله بيه من اول يوم في الولاده وبتاخديه في الاكل وبتاخديه في كل حاجه موجود، واغنى حاجه في التربه واغنى حاجه في الاكل هو السيلينيوم. والسيلينيوم ده متجدد على طول، علشان كده احنا بيدخل عندنا في اليوم مش اقل من 100,000 او مليارات الفيروسات بتدخل الجسم، مليارات الفيروسات في اليوم كلها. هل كلها بتعمل امراض؟ ولا واحد بيعمل مرض. ليه؟ لان ده محطوط استراتيجي، حاجه استراتيجيه، بالرغم ان ليه حاجات تانية، حاجات تانية شغل تاني كتير، الكيمياء هو شغل تاني كتير، الا ان وجود السيلينيوم ده محطوط حائط الصد الاخير. ولذلك نفذ السيلينيوم يبقى كده دخل الميكروب، يبتدي يعمل عمايله، يبتدي يعمل ايه بقى؟ يقول انا موجود. دكتور انتهت حلقتنا النهارده؟ انتهت، ده انا لسه هقول العلاج. ده لسه الحلقه هتطول المره الجايه ان شاء الله. ده لسه هنقول العلاج، ما المشاهدين منتظرين العلاج ومنتظرين ازاي اتكلم في نفاذ مخزون المبيض وعالجه كيميائيا. هيبقى في حلقه تانية هنتكلم فيها باستفاضه عن احنا ازاي نعالجه. والازوسبرميا ده كتير قالوا عايزين نسمع النهارده منك ازوسبرميا. ان شاء الله في حلقه تانية هنتكلم فيها يا دكتور. نورتنا يا دكتور يسري. دكتور محمد نورتنا. اعزائي المشاهدين انتهت حلقتنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منها. انتظرونا في حلقات قادمه وعياده الصحه.